بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم عن الشعر الإنجليزي والمسرحي الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، واللي يعني صادف عيد ميلاده قبل أيام. بهذه المناسبة حبينا نتكلم اليوم عن هذا الكاتب الأسطوري ويليام شكسبير. ويليام شكسبير his life and times، طبعا حياته والأوقات اللي عاش فيها. He was born in 1564، مواليد 1564، and he died 1616. William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England، في منطقة Stratford-upon، وهذه الخريطة توضح أين ولد. He was the son of a prominent town official، وكان هو ابن يعني مسؤول في البلد بارز ومهم. He was the third child of 8 children، وكان هو الطفل الثالث من 8 أطفال لوالده. He received excellent education، لقد تعلم تعليم ممتاز. With heavy focus on grammar and literature، مع تركيز كبير على القواعد والأدب. هنا منطقة ستراتفورد أبون، هنا على الخريطة واضحة ستراتفورد أبون، وهو المكان الذي ولد به شكسبير. بعيد شوي عن لندن عدة ساعات، وبعيد عدة ساعات عن كامبريدج. انت احنا شايفين هنا، وهذه هي المنطقة جنوب شرق انجلترا. هنا هذه المناطق هي الشمال، هو في منطقة تقريبا أقرب إلى الشرق وأقرب إلى الجنوب. إذن على محور مثلث ستراتفورد أبون، كامبريدج and لندن. This is the place of William Shakespeare and how it looks today. Stratford-upon-Avon today، طبعا أصبحت منطقة حديثة مليئة بالشوارع ومليئة بالكباري والجسور، طبعا الأيام بتختلف. This is the place where William Shakespeare was born، هذا البيت اللي ولد فيه ويليام شكسبير، وما زال هم محافظين على البيت كنوع من التراث وكنوع اللي احنا بنسميها cultural heritage، وهو الإرث الثقافي اللي بتعتز فيه البلد. وهنا هتلاقي كمان ساين، علامة ولافتة تقول بأن هذا البيت الذي ولد فيه ويليام شكسبير. هتلاحظوا محافظين على كل شيء في البيت لكي يبقى يعني في الذاكرة ويبقى خالدا، والزوار اللي بيزوروا يتخيلوا الزمن اللي عاش فيه ويليام شكسبير والبيت اللي ولد فيه. ويليام شكسبير marriage and family، الزواج والعائلة. He was married at age of 18 to Anne Hathaway. She was 26، كان عمرها 26. Who was pregnant with his child، كانت حامل بطفله. The first child was a daughter، الطفل الأول كانت بنت فتاة، سوزان، born in 1583، والتي ولدت في عام 1583. So also he had twins Hamnet and Judith born in 1585، وولدوا في عام 1585. Hamnet died at age 11، توفى عن عمر 11، لأنه ويقال أنه توفى بالطاعون بليك والذي كان منتشر في ذلك الوقت. This is the cottage, the place of Anne Hathaway، زوجة شكسبير، هذا البيت الذي كان تعيش فيه. ويليام شكسبير later years، طبعا في السنوات التي تلت، he moved to London، طبعا انتقل إلى لندن around 1591، أواخر القرن السادس عشر، and became an actor، وأصبح ممثل. He worked with the Lord Chamberlain's Company of Players، وعمل مع شركة طبعا الممثلين Lord Chamberlain، والتي كانت تسمى فيما بعد later known as the King's Men، رجال الملك.
Then he moved to London around 1591, became an actor. He worked with the Lord Chamberlain's company of players, and he was later known as the King's Men, وفي يعني الأخير اللي أطلق عليها رجال الملك. Education, التعليم, تعليم تاع ويليام شكسبير. He probably attended the King's New School. من المحتمل أنه راح على مدرسة الجديدة للملك اسمها The King's New School في منطقة ستراتفورد أبون أبون. His school day was long and rigorous. طبعا اليوم الدراسي كان بالنسبة له طويل وكان تعليم صارم. عندما نقول rigorous يعني تعليم صارم. He was educated in rhetoric, الخطابة, logic, المنطق, history, التاريخ, Latin, اللاتينية. Shakespeare dropped out of middle school, وترك المدرسة من middle school, إذا نتكلم عن الإعدادية, when his father lost his fortune, عندما خسر أبيه أمواله. فإذا هو dropped out يعني ترك المدرسة والمدرسة الإعدادية, لأنه إحنا عندنا primary school, middle school and the secondary school. So the middle school يعني الفترة الإعدادية. طبعا هذه صورة the King's New School والذي تلقى فيها تعليم ويليام شكسبير, ما زالوا هم محافظين عليها as a part of the British cultural heritage, كنوع من التراث الثقافي البريطاني, ومزار للسياح إنهم هم يزوروا هذا المكان الذي تعلم فيه ويليام شكسبير, the King's New School. William Shakespeare replies. نحن بنعرف إنه William Shakespeare, he is a playwright يعني مسرحي, and he is also a poet, شاعر. نطلع على مسرحياته. William Shakespeare wrote 38 plays, 38 مسرحية, firmly attributed to Shakespeare. منهم 14 comedies, 14 كوميديا, 10 histories, و10 مسرحيات تاريخية, 10 tragedies وعشر مسرحيات تراجيدية, and 4 romances وأربعة مسرحيات رومانسية. He possibly wrote 3 others, ممكن إنه كتب كمان ثلاث مسرحيات أخرى. He collaborated on several others, وتعاون مع الآخرين في كتابة العديد من المسرحيات. إذن ويليام شكسبير كتب 38 مسرحية. He wrote 38 plays which are firmly attributed to William Shakespeare. He wrote 14 comedies, 10 histories, 10 tragedies and 4 romances. He possibly wrote 3 others, ومن المحتمل أنه كتب 3 أخرى. And he collaborated on several others, طبعا تعاون مع الآخرين في كتابة مسرحيات أخرى. ننساش كمان إنه ويليام شكسبير was a poet. He wrote 2 major poems, Venus and the Odinus, Rape of Lucerys, and he wrote 154 sonnets, كتب 154 سونيتا. واحنا بنعرف انه مشهورة شكسبيريان سونيت, لما تكلمنا على انه كيف اضاف تجديدات على البتراركان سونيت الايطالية, وعمل تجديدات بما يتناسب مع النظام الحروف الانجليزية, وعمل اللي هي شكسبيريان سونيت. إذن he wrote 154 sonnets and he wrote numerous other poems. لو نطلع على هون على المسرحيات الكوميدية لويليام شكسبير, شكسبير's comedies, all is well that ends well, as you like it, comedy of errors, measure for measure, midsummer night's dream,
taming of the shrew, much do ado about nothing, twelfth night and the merchant of Venice. هذه من المسرحيات اللي الكوميدية الشهيرة واللي احنا درسنا طبعا As You Like It ودرسنا Merchant of the Venice ودرسنا كمان Taming of the Shrew and Midsummer's Night Dream. نطلع على المسرحيات التراجيدية جوليوس سيزر هاملت ماكبث أوثيلو روميو أند جولييت أند كينغ لير معظم هذه المسرحيات كمان إحنا درسناها أثناء دراستنا إذا ويليام شكسبير تعتبر مادة أساسية في جميع التخصصات اللي والأقسام اللي تطرق تخصص اللغة الإنجليزية سواء آداب أو سواء تربية لأنه ويليام شكسبير هو قلب الأدب الإنجليزي لا يمكن أن تخيل طالب يتخرج بدون ما يعرف عن ويليام شكسبير ويتذوق مسرحياته سواء الرومانسية والتراجيدية والتاريخية طبعا كانوا حريصين أنه إحنا نأخذ مسرحياته التراجيدية واللي كانت هي عبارة عن ذروة عبقرية شكسبير في الكتابة والإبداع والتعبير ثم المسرحيات التاريخية King William Shakespeare's Histories King Henry V الخامس King John Richard II and Richard III هذه كمان من المسرحيات التاريخية الخالدة لويليام شكسبير William Shakespeare and Works of Literature He wrote 37 very successful plays. طبعا هو كتب 38 مسرحية. His vocabulary was huge, somewhere between 17,000 and 34,000 words. طبعا المفردات اللي استخدمها واللي كان هو يمتلكها من 17,000 مفردة ل 34,000 مفردة وكانوا يعني اليوم يقال بأنه مفردات إنسان متعلم حوالي 15,000 كلمة اليوم فما بالك شكسبير كان يمتلك ضعف هذا قبل مئات السنين وهذا يدل على كيف التعليم القاسي والتعليم الشديد اللي تعرض له وفي كمان يعني في مرحلة تعليمية صغيرة لم تمتد احنا عرفنا ليش لم تمتد The estimated vocabulary of an educated person today is around 15,000 words Shakespeare's later years, he returned to Stratford around 1610, ثم عاد إلى مسقط رأسه الأصلي في عام 1610, where he lived as a country gentleman, وعاش كإنسان يعني مبسوط وجنتلمان محترم غني, wealthy owned one of the largest home in town, وكان غني يمتلك أكبر البيوت في المدينة. He died in Stratford in 1616 ومات في ستراتفورد في عام 1616 at the age of 52 لقد توفى في عمر صغير وعمر يناهز 52 عام. His death was a mystery. حتى موته كان غامض. It is rumored كان يشاع that he drank too much. كان يشرب كثيرا and contracted a fever. وأصيب بالحمى. Or that he died from a cerebral hemorrhage. أو أصيب بنزيف في الدماغ يعني جلطة وأدت إلى وفاته فهناك كثير من الشائعات التي تتناول وفاة ويليام شكسبير المبكرة عن عمر 52 عام فقط He died in Stratford in 1616 at the age of 52 This was a mystery It is rumored that he drank too much contracted a fever or that he died from a cerebral hemorrhage وهو نزيف في الدماغ لعند هنا وإن شاء الله بنكمل في المحاضرة الجاي بنتكلم عن العصر اللي كتب فيه مسرحياته شكسبير واللي هو اللي اسمه إليزابسان إيش